تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. طبعا في هذا البرنامج مثل ما نقول دائما ان هي عملية يعني التواصل المباشر معكم أعزائي المستمعين، اللي عنده اي اقتراح، ملاحظة، عند يعني شكوى، عند اي شيء ممكن ان يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي، زين يتصل على الارقام اللي بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صبحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالنور والسرور. صبحكم الله بالخير. كم يوم بتداومين هالاسبوع؟ ها على حسب شغل النجوم. زين. على حسب شفتوني اختفيت عرفون ان مشغوله في العياده عشان شغل النجوم، وان شاء الله ناخذ 7 نجوم. اوه يا جماعه الخير، انا من اطلع اجازه بطلعهن من عيني، هي هذا اللي اسويه باختصار. عموما ارقام التواصل معنا دكتوره للاتصال على 600-55-1414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على اكاونت هيئه الصحه في دبي على الانستغرام، واكاونت نور دبي على الانستغرام ايضا. زين دكتوره، شو اخبار سلامه؟ والله سلام الحمد لله. الملف الإلكتروني الطبي الموحد يسلم عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، يوم عن يوم نكتشف مزايا هالبرنامج الجديد محمود، وسهل فعلا علينا وايد من الأشياء. وبعد نوصي متعاملين، بعدنا ما كمل البرنامج شهر من انطلاقه، فبعدنا نطلب تعاونكم وسعة صدوركم وطول بالكم حتى نصل لبر الأمان. جميل. أنا بخلي أسمى اليوم تخبرنا عن الوثائق المطلوبة حق سلامة، وأيضا نبغي نشوف شو أخبار السوشيال ميديا بعد. صبحت الله بالخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور أخي محمد. هلا أسمى، شو أخبارك؟ شو العسل، شو الصوت شوي والله هنه، بس يعني ما علي. سلامات يا أسمى، ما تشوفين شر يعني. نحن متحملين صوت دكتورة ندى أكيد، يعني متحمل صوتك. أسمى شو الرسالة مالك اليوم؟ عندنا مجموعة من الأشياء ما شاء الله. الويكند كان حافل بالفعاليات في كل مكان، كان عندنا مستشفى الخير، وكان الجمعة والسبت خميس الجمعة والسبت، وفيها الناس كان عندهم المجال يتبرعون بده ونتبرع بالأدوية، غير كان في استشارات مجانية وفحوصات مجانية. صحيح. هذا كله على مدى 3 أيام، كان من الساعة 4 لين الساعة 10 مساء. ممتاز. غير هذا كان مستشفى راشد منظم أيضا فعالية عن التطعيم، وغير هالفعاليات عن اليوم العالمي للمختبر، تعريف الناس إن شو أهمية المختبر والفحوصات المخبرية اللي تكون في المستشفيات. وغير هذا أيضا نحن بس حتى نذكرنا في مسح ميداني لمرض السكري بتعاون مع مركز دبي للإحصاء. صحيح. موجودين ومستمر لين 11 مايو إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا من الأشياء تكلمنا عنها في فكرة وايد حلوة يسوونها أطباء الطوارئ في مستشفى راشد، إنه شهريا يجتمعون، هذا بعد كان في الويكند، يجتمعون يناقشون يعني القضايا الجديدة، الحالات المرضية الجديدة، ويسوون كل واحد يقول كيف حل هالمشكلة وكيف حل هالمرض وكيف تجاوزه وكيف حالة المريض، فيكون في النقل المعرفة بين أطباء الطوارئ. وغير التكريم شهريا يتم تكريم واحد انه هو افضل طبيب هذا الشهر في الطوارئ فقط. ممتاز ممتاز، مبادره جميله. غيرها من الاخبار اللي طلعت اقول لكم، الاسبوع هذا الويكند كان حافل وايد، كان في فعاليات. نحن اسمع هذه المبادره بنركز عليها. كذلك عندنا ضيف في الاستوديو اليوم ان شاء الله دكتور سامر بياض، اخصائي طب الطوارئ بمستشفى راشد، بيشرح لنا عن المبادره بالتفصيل. هو زين ما شاء الله عليه. طيب شو تقولين المبادرة الثانية؟ كان في عندنا الأخبار أن
الإجازات المرضية بأثر رجعي تم إلغاء هذا النظام ويكون تبدأ الإجازات المرضية من نفس يوم زيارة الطبيب. ممتاز. يعني إذا ما أخذ الإجازة في نفس اليوم ما يقدر يأخذ بأثر رجعي أبداً. إيه هذا الناس شو يعني ما فهموا كلمة أثر رجعي، هذا اللي إحنا شفناه مقالات سواء في اجتماعي يعتقدون إن بس نفس اليوم ما يعطيهم عقب، لكن كلمة أثر رجعي يعني اللي قبل التاريخ اللي قبل قصدنا يعني نويت اليوم. إيه صحيح. أتبتي حبيت بس أوضح هالشيء لأن استوعبت إن في وايد ناس مو فاهمة كلمة أثر رجعي. الناس خافت على إجازاتها يا أسماء، قالوا ويد دكتور ما بيعطينا غير يوم واحد يعني ما نقدر ناخذ 3 أيام. نحن عندنا كسور شو نسوي يعني شو فالناس هي أنا حتى ما في أثر رجعي أتبتي حبيت أكد عليها في البرنامج. ممتاز. وآخر شيء مثل اليوم كثرة التذمر من يوم الأحد لن يغير الواقع ولن يغير اليوم، ولكن سيدعك تبدأ أسبوع عملك بسلبية أكبر وبحماس أقل. صدقت يا اسمه صح لسانك دف الضفوج موجود ما يتغير بالكلام. اي والله يوم الاحد اللي يحبك كل احد دائما نقول في البرنامج عشان تبدا الاسبوع بطاقه ايجابيه. صحيح يا محمود؟ بطاقه ايجابيه متاكده؟ ايه اكيد ان شاء الله اكيد 100% 100% وعساكم صحه وسعاده. شكرا لك يا اسمه. شكرا دكتور. على طاري الطاقه الايجابيه انزين انت شو تحسين فيه لما ما تجين البرنامج؟ والله اكون زعلانه، والله أحس يعني جزء مهم من يومي، عمل مهم أو شيء أستمتع فيه ما سويت هذاك اليوم. أنا أستمتع ترى ما يهني أقدم وأسمع المستمعين ورسائلكم وأتفاعل معاكم وأعطيكم بعض من المعلومات والتوعية. على طاري بعض المعلومات، في واحد هني دكتورة شي يقول شو الجديد يا الغالي؟ لازم الحيامة والسكري راح تخف لأن السكري خفت عني، شو رأيك هالكلام؟ الحين هو يقول حق منو؟ يقول لك انت يعني عشان السكري؟ لا يتكلم عن الحيام، يقول حطوا مال الحيامه في كل العيادات يكون افضل. في كان عندنا بعد ترى مقترح من واحد من موظفينا بعد في البرشل نحط عياده الحجامه، هل هي تعالج السكري ولا لا؟ ما نقدر نجزم انت تقدر تعالج، ولكن ممكن تساعد في تنظيم السكر، بس لا تعالج السكر نهائيا لا. طيب انزين، واحد من الاشياء دكتوره اللي يعني سببت شيء وايد أمراض في الجيل القادم اللي هي السمنة. طيب زين، فيقول لك في النوم في أوقات منتظمة يجعل الأطفال أقل عرضة للبدانة. أؤيد. زين، قبل أن أخذ بندى خلنا نقرأ الخبر هذا وناخذ بندى أول في عنا وقت. زين بندى بتختصر لي، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخونا محمود. سرور حياك الله. هلا هلا ابويا، هلا هلا شخبارك؟ هلا مرحبا. الحين جت الدكتوره ندى، جت الدكتوره ندى اتصلت. ها ابو ندى كلنا اخواننا الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك ابو ندى، تفضل. اقول طال عمرك انا كنت يوم الثلاثاء في مستشفى دبي وكنت تعبان، كرب السامعين البول يتقطع علي كلش مرة. سلامتك سلامتك. ورحت للدكتور يعني ما قصر، دخلوا في فاتم 10 و15 وكان هذا، لكن عقب مو لي يتوقف علي هذا البول. وعقب تميت أصارخ تالي رحت للحوادث وتميت هناك، وبعد يا أبو دكتور غيره ودخلوا لي فيف تكرم في البطن وسووا له مجرى حق تكرم البول من البطن. لين الحين انا تعبان، واعطني موعد تاريخ 27/5 وانا طول الليل الله وكيلك ما ارقد من الالم. يعني 27/5 يعني في عياده المسالك البوليه ابوي وفي الجراحه. بغينا تكلمون المسؤولين يقول هذا يعني ريال ما معقول تخلونا من يوم الثلاثاء لليوم، يقول لك تاريخ 27 موعد وانا انسان تعبان. احنا تكرم يطلع البول من البطن مرخمي لي بيب من تحت الزر. ان شاء الله ان شاء الله بنكلمه يا ابو ندى فرح. طيب ما اقدر طول الليل الله وكيلك ما ارقد، ولا اقدر اجلس ولا اقدر اصلي ولا اقدر اجلس على الكرسي بعد. ما تشفش ان شاء الله بنخلص البرنامج انا روحي بتصل فيهم هناك وبكلمهم. فالك طيب. فالك طيب. جزاك الله خير. ما تشفش ابوي، ما تشفش. طولنا عليك وانا جاي. لا فعليك، حياك الله ابو، حياك الله. طيب انا دكتور ابغى انوه لي شغله، نحن هنا يعني في بعض الاحيان ممكن ان نحاول قدر الامكان ان نساعد احد المتصلين، ولكن هي الفكره دائما حتى الطبيب اذا بيعطي موعد معين او شغله معينه يعني تاكد انه
إذا عنده إمكانية أن يقدم لك ولا شيء وروحه بيسوي بالضبط. زين فنحن ما ندعو لهذه المسألة، ولكن كي. الآن بندى يعني يعز علينا وما نشوف، نحن ما من نحاول نقدم ولا نأخر ولا كذا، لكن بنكلم إذا في opportunities ولا شغلة معينة أو أحد كنسل موعد خليهم يجدمونا إن شاء الله. زين يستاهل بندى، أبونا ومستمع دايم عندنا، صحيح يستاهل. عموما النوم في أوقات منتظمة يجعل الأطفال أقل عرضة للبدانة، حيث أشارت الدراسة حديثة إلى أن نوم الأطفال في أوقات منتظمة يجعلهم أقل عرضة للبدانة عندما يصبحون في عمر 11 سنة. تفحص الباحثون بيانات حول الأطفال في بريطانيا وسألوا الآباء حول عادات النوم عند الأطفال في العام الثالث من العمر، ثم قاموا بقياس طول ووزن الطفل في عمر 11 سنة لمعرفة ما إذا كانوا بدناء. زين هم كاتبين بدينين. بدينين. إيه. زين أراد الباحثون معرفة ما إذا كان هنالك صلة بين البدانة في عمر 11 عام وعادات معينة في عمر مبكر، ووجدوا أن الأطفال الذين يخلدون إلى النوم في أوقات غير منتظمة كانوا أكثر عرضة بمرتين لأن يصبحوا بدناء في عمر 11 بالمقارنة مع الصغار الذين اعتادوا النوم في أوقات منتظمة. صحيح محمود والله. هو هذا ليش يسوون دراسة؟ أقول لك الأسباب، أقول لك ليش يسوون دراسة على الموضوع؟ لو سألوني أنا بقولهم صراحة المفروض ما كان يصفون بيزات وواك، ما هو يسألون على طول محمود بنحط اسمك كرفرنس محمود. إذن أنا بقولكم ليش؟ قولي رفرنس بالعربي مرجع يعني. مرجع مرجع هاي توقت opportunity. زين قلت opportunity بعدين قلت فرص. آه صح مفروض نترجم. عيسى في وقت بس أشرح عن دراسة دقيقة؟ لا ما في وقت. إيه في وقت. إنزين شو السبب؟ لو أنا قايل كان بيطلع فاصل أطلع فاصل. إنزين تفضل. شو المشكلة يا أمهات؟ إحنا ليش دائما نوصي الأمهات إن الطفل ينام في مواعيد منتظمة ويكون مبكرا؟ يعني مو منتظم كل يوم ينام الساعة 12، لا لازم الطفل ينام 8-8:30 خلاص الطفل في فراشه مستعد للنوم. ليش؟ لعدة أسباب. أولا هرمون النمو في الأطفال يشتغل في الليل، يعني لما الطفل ينام ويكون الإضاءة خافتة يبدأ يشتغل هرمون النمو في الأطفال. فلما الطفل ما ينام مبكرا يعني يتم سهران للساعة 12، الفترة المفروض يشتغل فيها هرمون النمو تكون أقل. زائد الأم تقولك أوكي هو ممكن ينام من 8-7 الصبح أو ممكن خلينا من 12-10 الصبح، ولكن من يطلع النور تتسوي إضاءة في الغرفة يبدأ هرمون النمو في النزول، فبالتالي ما يستوي منتظم. رقم واحد. رقم اثنين الأطفال يسهرون في الليل محمود يكون عندهم عرضة أكثر إن مثل ما نقول بالعامية يخربطون في الأكل. تعرف الطفل لما يسهر في الليل يعني شو بيشغل نفسه؟ بيقعد قدام التلفزيون يبدأ يأكل، يبدأ يأكل السناكس الخفيفة. نو يجلس قدام التلفزيون ما يسهر قدام التلفزيون. قدام الأجهزة اللوحية. فشوفوا هالعاملين الأساسيين يساعدون في بدانة الأطفال، فيومات ما له داعي الطفل يسهر سواء إجازة أو غير إجازة، خلونا من وقت. إذن مشكورة دكتورة، أتمنى أن تكون هنالك حلقة خاصة لتوعية الجمهور بخصوص النصائح الهامة لنظام التغذية في رمضان. علي البقيش تعال معد ويانا، نحن مسوين حلقة في هذا الموضوع وإن شاء الله. تحية وتقدير لكم على هذا البرنامج، شكرا لكم، السلام عليكم وعليكم السلام. هل يوجد علاج لمرض السرطان؟ أتمنى أن يكون في علاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني إن شاء الله الدولة مو مقصرة في هذا المجال. الحين عيسى زعل يبقى فاصل. فاصل مستمعينا بعد الفاصل بتواصل قام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق رسالة صحيحة على 4006، وأيضا معكم على نور دبي لايف ودي اتش اي اندرسكور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة 100% والله بخير مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. عيسى قلت لي في عندنا مداخلات صحيح قبل لا ناخذهن. زين بس بقرا شوية رسائل. كان عندنا هني يقول واحد في شخص عارفه عنده سكري، هذا تكلمنا تحت الهواء على موضوع يا جماعة الخير عنده سكري ايش قاعد يعالج عمره، لازم طبيب يشوفه. وكانت دكتورة ندى تتحدث عن الرحلة المدرسية العيادية، شو هاي الرحلة الدكتورة اللي كنت تتكلمين عنها؟ لو كنا نقول الأمهات لو عندك طفل تعبان وتيون العيادة لا تيبين كل إخوانا معه، إحنا موجودين لخدمتكم جميعا، تعالي أنت وعيالك كلهم ما عندنا مشكلة. ولكن شو اللي يستوي لما تيين العيادة مع الأطفال اللي مو بتعبانين يأخذوا من الفيروسات اللي موجودة في العيادة؟ ترى ما شاء الله تشوفون الانتظار مليان ناس، واحد يكح واحد يعطس وعندهم مشاكل صحية، فبعد فترة ترجعين بالأطفال الباجين اللي ما كانوا مرضى تعبانين، فلا تجيبينهم كلهم، بس تعالي بالطفل المريض، خلي الأبو يتعاون معك، خلي عند العيال وتعالي فقط بالطفل المريض. دخلت الأبو في الموضوع، لازم ندخل أبو في الموضوع. تعالوا كلكم العيادة ما عليه. محمود يقول رحلة مدرسية. حطولهم مكان مال الألعاب.
ما نقدر خلي. ممنوع في العيادة عشان انتقال الالتهابات. انزين، عموما ضمن الجهود المستمرة لتعزيز استراتيجية التعليم الطبي المستمر، نظم قسم الطوارئ بمستشفى راشد الأسبوع اللي طاف يوما علميا شارك به نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال الطوارئ والتعامل مع الحالات الحرجة. نحن نتكلم عن هذا اليوم، معانا في الاستوديو الدكتور سامر بياض أخصائي طب الطوارئ بمستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير دكتور، نورتنا. ما أدري الصوت، أنا ما أسمع صوت الدكتور. كل اللي عم يشوفون الآن، وشكرا لكم على هذا البرنامج المتميز. شكرا لك. شكرا لك دكتور. نحن نأخذ مداخلة قبل أن نبتدي هذا الحوار معك دكتور، خلنا نسمع المداخلة وبعدها ما نكمل الحوار. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام، تعرف عليك واختصر، بارك الله فيك. حالكم خوي؟ الله يسلمك. بحميد ياكم، كيف حالك من دبي؟ يلا بحميد، تفضل بحميد. طال عمركم، أنا أشكر أول شيء هيئة صحة دبي بخصوص أن يونا جت السيارة متحركة عندنا في الدوام وسوونا فحوصات دورية، وجزاهم الله خير صراحة، هالشيء طيب كان. شاكرين لك. بتبالنا ونشكر قسم التدريب عندنا نحن، جزاكم الله خير. فحوصات مثل فحص السكري والضغط والأسنان والوزن، هذا شيء طيب، جزاكم الله خير. طال عمرك أنا عندي اقتراح بخصوص إن سابقا أيام زمان يمرون يسوون مثل شنتر تحيدين، زمان أول مثل الإبرة التطعيم، شنتر تطعيم بالضبط. فحين الأمور تطورت أكثر، عندنا سيارة متحركة طال عمرك، لو يمرون في كل فريج يعني ويسوون مثل تطعيم شنترون، كان مرض فايح طال عمرك. صحيح، اسمعك، اسمعك أخوي. كان مرض فايح مثل احتقان وكحة والحمى، أنا عندي 10 ابناء طال عمرك، مرض الولد مرضوا كل عندي في البيت، حتى اني انا مرض. فاتمنى قبل ما يفوح وقبل ما ينتشر المرض ان مثل التطعيم مثل الحمايه يعطونا شيء محمد ممتاز. يعني محمد سامحني بقاطعك، انت وين ساكن؟ تفضل. الله يطول. وين ساكن محمد؟ انا طال عمرك ساكن مكانين في دبي والشارقة. في دبي يعني تابع اي عياده؟ مكانين كم حرمه يعني؟ الله يحرك. لا سؤال صعب على وحميد. سامحني انا بس بخبرك عن دبي عموما. اي عن دبي عموما، انا بس عشان الوقت ما اخذنا الاقتراح بقدمه للجماعة، بكتبه وبطرشه لهم، لكن بعد أنا عندي وجهة نظر، ما أدري إذا بتسمع اسمع يعني. الله يطول عمرك. وجهة نظري أن معظم المراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية منتشرة في إمارة دبي جغرافيا، يعني تقريبا في الفرجان، تقريبا كل الفرجان إلى حد ما فيهن مركز صحي. هذا المركز الصحي مو بس يقدم التطعيم، لا يقدم العلاجات والوقاية للعديد من الأمراض. هذا الفكر، فالفكر مو بإني أنا بخلي حد يمر على على البيوت وكذا، لا أنا أبغي من زين. أنا هاي وجهة نظري، لكن أنت اقتراحك كلامك ممتاز، لكن اقتراحك موجود وما نقدمه للجماعة. محمود أنا بس بعقب شوية طال عمرك، أنا لأن عندي ضيفني أبو حميد وعندي مكالمات أبغي شو اسمه بس اختصر على الموضوع. أعطوني دقيقة بس، الله يطول عمرك. دقيقة تفضل. طال عمرك الحكومة ما قصرت، في كل فريج عندنا مثل مركز طبي، جزاكم الله خير وهذا شيء طيب. لكن أنت يوم تسوي توعية طال عمرك في كل منطقة وبتمر ولا مثل فريج توقف الموتر، واليوم فانه تعالوا ان فيه مثل شيء طيب مثل توعيه نفس الوقت بتسوي حق المرض ولا بتسوي انت حق الفريج هذا، والشيء طيب هذا ممتاز يعني انا اشوفه. جزاك الله خير. الموتر في مركز ما عندي مشكله، لكن اليوم مو متفيق طالع. زين الحين انت شو تسوي الحين ما بين دبي والشارجه؟ كيف دوامه مشغول في بيصير مكان ثاني، بيصير السوق بيه مو متفيق الا يوم يحصل له مشكله عود مثل مرض حمى. انا صراحه واحد تمام مرض حمى وحمى ها يعني وين السير حميد؟ وحميد هو يبي يقول احنا اي عياده يوم تمرض وين السير؟ السير دبي ولا الشارجه؟ أظني أتخلم على أبو ظبي ما أتي مثلين أنتم ها؟ إيمان أزير طال عمرك. إيمان طول عمرك وحبيت، جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. عيسى ما نخلي المداخلات بعد هذا، بس بآخر مداخلة طيب باختصار، لأن حرام ضاع الوقت ونحن ما تكلمنا مع الدكتور سامر. تفضل. ألو. ألو السلام عليكم. يا هلا، اختصر لي بارك الله فيك. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور أخوي.
طال عمرك بس عندي سؤال ومحيرني وبغيت الجواب منك. آمر. أنا يمكن قبل فترة ملجت ورحت لعيادة هور العنز. وكان فيه فحص قبل الملكة. وبعد الفحص ظهر عندي أن أنا حامل مرض تلاسيميا. أنا في هل حامل مرض تلاسيميا يضر في المستقبل لي وللعيال ولا ما يضر؟ إنزين واضح. إن شاء الله. الحرمان لحظة سليم. دكتورة لحظة شوية. الحرمان حاملة ولا؟ سليمة ولا تحليلها ولا شو؟ الحرمة سليمة. أنا اللي حامل مرض تلاسيميا. طيب شكرا لك. تسمع الإجابة بس ما عليك أمارة. أنا برجع لي الدكتور لأن موضوع الثلاسيميا الدكتور موضوع وايد طويل موضوع الحالات وهذا ما نجاوب بعد الفاصل على سؤالك لكن نرجع حق الأستاذ سام. دكتور سامر بالضبط. دكتور سامحنا احنا طولنا عليك لكن عطنا فكرة عامة عن الفعالية هذه اللي سويتوها. الله يعطيك العافية. هلا اليوم الأكاديمي لطب الطوارئ هو حدث علمي متميز احنا بنقوم فيه في قسم الطوارئ مشفى راشد بحيث انه بنجتمع فيه كل اطباء الطوارئ المتواجدين بقسم الطوارئ بالاضافه لاستشاريين وخبراء بحيث انه نتناقش في احدث المواضيع العلميه اللي وصل فيها طب الطوارئ بحيث انه ونشوف احدث المواضيع اللي بنقدم فيها خدمه المريض بحيث انه نقدم له اسرع وافضل خدمه متميزه بحيث ننقذ حالات المرضى بشكل سريع وننقل المريض من حالة الإسعافية إلى حالة الاستقرار. صحيح. بالإضافة إحنا كنا تميزنا بقسم الطوارئ في مشفى راشد. إحنا على المجال العلمي من ناحية العلمية عم تميز بمجال اليوم الأكاديمي لطب الطوارئ بحيث إنه هاي المواضيع العلمية إحنا صرنا متميزين فيها بكل مشافي تقريبا بكل مشافي الموجودة بالشرق الأوسط. ممتاز. فهو دكتور عبارة عن يوم يجتمع فيه أطباء الطوارئ لمناقشة الحالات والدراسات الحديثة إلا لمرت على الطاقم المواضيع العلمية اللي فينا نتناقشها بحيث أنه نقدم نشوف إذا نقدم خدمة للمريض في نطور أسلوب عملنا بحيث أنه نقدم خدمة متميزة للمرضى. أسمى اليوم في الصباح كانت تتحدث عن هذه الفعالية الدكتور وقالت أنك أنت الفائز بالشخصية هذا الشهر. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا رب. طيب أبرز المواضيع اللي تم مناقشتها طرحتها الدكتور ولكن ماذا عن تخصص طب الطوارئ والمستوى اللي وصلت إليه مؤسساتنا الصحية في هذا المجال؟ هلا طب الطوارئ في الإمارات العربية وفي دبي انتقل بمرحلة سريعة وتطور بشكل يعني بشكل سريع وبوتيرة سريعة بحيث أنه صرنا إحنا هلأ لنا في لنا موقع ضمن الخريطة العالمية بطب الطوارئ. هلأ وقت ننظر لطب الطوارئ ضمن راشد ضمن دبي ضمن نلاقي أنه إحنا وصلنا تقريبا صرنا ننافس أكثر الدول المتقدمة في مجال طب الطوارئ بحيث أنه نقدم للمريض أسرع خدمة وأفضل خدمة وبالإضافة إلى إحنا انتقلنا لمرحلة ثانية أنه في مجال الأبحاث والتدريب وصلنا أنه في مجال طب الطوارئ صرنا إحنا هلا نخرج من 4 سنين أو أكثر من 4 سنين صرنا نخرج أطباء متميزين وبعد التخرج ذهبوا إلى أماكن ومشافي أخرى مظاهر التميز طب الطوارئ كان موجودة فإحنا صرنا الآن يعني تم تخريج عدة دفعات مننا من قسم الطوارئ في مشفى راشد. جميل. دكتور يعني حسام إحنا عاد الوقت ركض معانا اليوم جري سريع لكن خلنا نتكلم في 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 دقيقة دكتور يعني أهم الشغلات اللي تبغي توصلها للمستمعين عن تخصص طب الطوارئ. هلا طب الطوارئ بجوز بالنسبه للمستمعين فكروا انه هو طب عام هيك الفكره المأخوذة بس هو اختصاص كامل بتخصص في طبيب بعد ما يتخرج من كليه الطب 5 سنوات تقريبا. طب الطوارئ هو بحيث انه يتدرب طبيب على يعني افضل مهاره وخبره بحيث أنه إذا تعرض أي مريض لحالة حرجة أو توقف قلب لا سمح الله أو أنه حالة مهددة تحتاج إلى تدخل خلال ثواني أو إلى دقائق بحيث أنه يستطيع نقل هذا المريض من حالة مهددة للحياة إلى الحالة المستقرة وتقديم الدعم بكل شيء للمريض بحيث أنه يرجع على المرأة يكون إنسان طبيعي. طيب نحن شاكرين لك دكتور سامر.
على 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 تواجدك معنا ايضا وعلى العديد من التوضيحات هذه. دكتور سامر بياض اخصائي طب الطوارئ بمستشفى راشد، والف مبروك ان اختاروك انت ضمن هذه الشخصيه. شكرا مبروك. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، وانا بشكركم على هذا البرنامج الرائع والمتميز واللي عم تفتح المجال للمستمعين انه يتناقشوا في مجال الصحه ومجال الطب. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. اذا دكتور ما نطلع فاصل، ارقام التواصل معنا مستمعينا بعد الفاصل 6005514414 وعن طريق الرسائل النصية على 4006، موجودين معاكم لايف على نور دبي ودي اتش اي اندرسكور دبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. البرنامج اللي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. إذا أرقام التواصل 6005514414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006، وموجودين على إنستغرام لايف ودي اتش اي أندرسكور لايف. عندنا دكتورة ما نتكلم على موضوع الثلاسيميا على السريع، الله يخليك، عشان عندنا بعد ضيف الاستوديو ما نعرف المستمعين فيه. انزين، الاخ اللي اتصل قال سوى فحص ما قبل الزواج وطلع هو حامل ثلاسيميا، وخطيبته او زوجته، ان شاء الله تكون زوجته استوت الحين، ما عندها يعني طبيعية. هل في خطر الانتقال للاطفال؟ اللي يستوي ان الاطفال، في عندك بعض من الاطفال بيطلعون سليمين 100%، وفي عدد من الأطفال بيكونون حاملين للثلاسيميا أيضا، هل هو خطر عليهم؟ بالعادة حسب نوع الثلاسيميا، هل هو ألف أو باء؟ أنا سامحني ما سألتك السؤال على الهواء، بس إذا ثلاسيميا ألف بالعادة ما يكون في خطر، بس يكون عندهم نسبة الهيموغلوبين دائما قليلة. إيه ثلاسيميا باء؟ مهم جدا لما العيال إن شاء الله الله يطول بعمرك يكبرون وناوي يتزوجون، ما يأخذون شخص حامل للثلاسيميا عشان ما يطلع عندهم طفل مصاب. إحنا دائما نخاف من الطفل المصاب بالثلاسيميا، يكون في نقل دم وينزل عنده الهيموغلوبين وهذا. فهذه إجابة عامة عن حالتك أخوي. طيب بالنسبة في سؤال صباح الخير، لو سمحت أبي أعرف شو علاج الصدفية. علاج الصدفية أخوي موضوع كبير طويل، لازم تشوف طبيب جلدية. لكن ما نخصص نحن حلقة إن شاء الله خاصة عن هذا الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله مع الدكتور أنور أن يبقى عندنا الاستوديو ويشرح لنا الموضوع هذا كامل. في بعد شيء أن نسيت الدكتورة؟ في سؤال شيء مين يسأل؟ لا ما نسينا إن شاء الله، ما نسينا شيء، كل شيء الوضع تمام. طيب الحين ما ننتقل لمستشفى لطيفة قسم الأطفال. هذا القسم اللي من الأقسام المميزة اللي دائما يشهد يعني إقبال متزايد من المرضى على اختلاف وتنوع حالاتهم المرضية وعلى اختلاف جنسياتهم بعد. ها دكتورة. طيب ليش؟ لأن هذا القسم فيه إمكانيات وتقنيات متطورة ساهمت بشكل فاعل في تحقيق فرص الشفاء العاجل للعديد من الأطفال والمرضى. نحن ما تعرف على هذا القسم مع صباح أخصائي أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة. حياك الله دكتورة. حياكم الله. جربي على المايك ندى، أنا وصيتك من البداية قبل هذا، بعد دزيها عند المايك. تفضل دكتورة. طبعا بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين. صباحنا وصباحك يا مريم، منور الاستوديو وسعيدين بتواجدك معنا. طبعا أول سؤال بنسأله هو الفكرة عامة عن قسم الأطفال بمستشفى لطيفة والخدمات اللي قدمها. طبعا حقيقة مستشفى لطيفة هو مستشفى متميز من حيث الرعاية الصحية للطفل، يعد من الأقسام على المستوى العالمي وليس المحلي طبعا، ويضم كادر طبي متخصص في مجالات الرعاية الطبية. ممتاز. طيب دكتورة أنا بغيت يعني تخبرينا شيء من سوالف نحن سوالف زين، تعديني واحد من المرضى. طبعا انا طفل كبير يعني لا تشوفيني يعني هذا عود بس تحت 13 ولا فوق 13 وتحت اصغر عن ندى بسنه. ردينا على اخت العود واخو الصغير. زين دكتوره، يعني الفئات العمريه اللي انتم تعالجونا في هذا القسم، وايضا شو اكثر الاشياء اللي تردكم في هذا القسم؟ اوكي. طبعا الفئات العمرية اللي نستقبلها في القسم تندرج من حديثي الولادة إلى عمر 13 سنة. بس في بعض الحالات مثل الحالات اللي هي أمراض القلب، أمراض الصرع والتشنجات، نضطر أن احنا نشوفهم إلى عمر أكبر من 13 سنة مع التنسيق مع الدكتور المعالج. إلا إذا في حالة أن الدكتور المعالج هو حول الملف الصحي لهم إلى مستشفى دبي أو مستشفى راشد،
فالمفروض انهم يتابعون في هاي المستشفيات. غير كذي نتابع بس الى عمر 13 سنه. زي حاله ندى الحين في لها علاج ولا ندى؟ ما نعرف اذا غيرت تاريخ ميلادها ممكن نرجع نعالجها. انزين نعالج عيالها ان شاء الله. ان شاء الله. انزين دكتوره مريم، طبعا قلتي من الولاده الى عمر 13، صحيح. فهل معنى الخدج يشملون ضمن القسم خدمات الاطفال عندكم؟ طبعا الخدج يشملون، وعندنا قسم خاص بحديثي الولاده وعندنا عياده خاصه بالاطفال الخدج، حتى بعد ما يطلعون من المستشفى نراقب النمو لهم، الوزن، الحاله الصحيه، بعض التطعيمات المهمه لهم بعد ما يطلعوا من المستشفى عن طريق العيادة المتخصصة لهم. ممتاز. طبعا في نسبة موجودة، نسبة من أطفال الخدج، في أمهات فعلا يلدون مبكر في 24 أسبوع 26 أسبوع. شو أصغر عمر 24 أسبوع؟ 24 هو في الشهر السادس. في 23 أسبوع والحمد لله تتقدم لهم كل الرعاية الصحية المطلوبة. ممتاز. وعندنا في قسم الأطفال الخدج طبعا الحاضنات، التنفس الصناعي، صحيح. كادر طبي مسؤول عنهم يوميا ومراقبة تامة 24 ساعة إلى أن يصل للوزن المطلوب اللي يقدر الأهل يستلمون فيه الطفل بحالة صحية جيدة. يعني أنا هني إيه في بالي دكتورة، يعني أنماط الحياة تغيرت طبعا، زين، وايضا العادات عند الاطفال تغيرت. نحن في بدايه البرنامج كنا نتكلم عن اهميه تنظيم نوم الاطفال، صح. اللي يساهم في مكافحه السمنه عند الاطفال، صح. بشكل كبير. ولكن الان شو اغلب الامراض اللي موجوده عند الاطفال واللي منتشره عندنا في الامارات، وايضا من ملاحظاتكم كثير؟ كان في عندنا ابو حميد يقول يبغيكم تشنترون الصغاريه في الفرجان، حتى الكبار كان، حتى الكبار عشان تطعيم الانفلونزا في الموسم. ايه، فشو اغلب الامراض اللي موجوده عند الاطفال؟ والله الحالات اللي دائما يعني تزاحم عندنا بالمستشفى هي تكون حالات المشاكل الصدريه والحالات الصاير بعد في عندنا كثير من الحالات اللي تينا هي حالات السكر عند الاطفال. إلى جانب في طبعا بعض الحالات مثل الصرع، تشنجات، مشاكل الفيروسات والعدوى والإنفلونزا الشديدة اللي بعضها تحتاج إلى تنويم في المستشفى. يعني دكتورة مريم، في طبعا إحنا كأطباء أسرة لما يجون الأهل يبون عيالهم يقولك أنا ما بيشوف ولدي طبيب أسرة، بيشوف طبيب أطفال طبعا. فلو ممكن تشرحين الفرق، ما يثق له، أي ما يثق في طبيب، هو ما في ثقافة أهمية طبيب الأسرة. فلو ممكن بس توضحين إن شو الحالات اللي مفروض تروح طبيب الأطفال طبعًا، وشو الحالات العادية ممكن تشوفها طبيب الأسرة. طبعا مثل هاي الحالات متكررة تي عندنا بالمستشفى في قسم الطوارئ، ان الاهل تكون الحالة طبعا حالة مثلا زكام، رشح، اسهال، ترجيع، يعني النزلات المعوية، صحيح. فنطلب من الاهل ان نحن في عندنا حالات حرجة، يرجى انكم انتم تتابعون في العيادات الخارجية في الدكاترة متخصصين اطباء، صحيح. متميزين يقدرون ان هم يعالجون هاي الحالات المرضية، صحيح. بس للأسف هم الإجابة دائما نحن إذا رحنا المستشفى العيادة الخارجية بعدين في النهاية سيتم نقل الطفل مرة ثانية إلى مستشفى لطيفة، وهذا مفهوم خاطئ طبعا. هذا المفهوم خاطئ، لأن حتى في العيادات الخارجية صارت العيادات كأنها مستشفى مصغر في كل الإمكانيات والتجهيزات، صحيح. وحتى أن الطفل ممكن يأخذ العلاج، ممكن يأخذ المغذي المغذيات او المغذيات العلاجيه، ممكن ياخذ الادويه اللي هو يحتاجها. أيه. في حاله في فرق هناك، في دكتوره ندى زين، وهني في منو دكتوره مريم، هذا الفرق؟ لا هذا مو فرق. وعلى فكرة أنا ومريم تدربنا مع بعض في قسم الأطفال، صح. لما خلال تدريبي كطبيبة عائلة تدربنا في قسم الأطفال. فهذه رسالكم يا أمهات، ليس كل حالة تروحون فيها للمستشفى عن أخصائي الأطفال، مثل ما قلنا وتشلون العائلة كلها عند الأبو، خلوهم عند الأبو وتعالي بالطفل المريض فقط. مرة ثانية، إحنا خدمات هيئة الصحة مفتوحة للجميع، نخدمكم بعيوننا، تعالي أنت عند طبيب العائلة وعند طبيب الأطفال. ولكن الفكرة هي حسن استغلال الموارد، يعني أخصائي الأطفال نخلي الحالات الحرجة جدا جدا، إلا أنت تعالي العيادة عندنا، إحنا نشوف الطفل، نفحصه، نعطي العلاج، لسمح الله سمح الحالة شديدة تستوجب، يعني متى إحنا نحولكم؟ لو تستوجب احتمال الطبيب العائلي يفكر إنه لازم يتنوم الطفل في المستشفى، إنه فلازم يأخذ رأي ثاني من طبيب الأطفال يشوفه في المستشفى لطيفة وينومه حسب على حسب الحالة. فتعالوا أولا العيادة مع الطفل روحه، مو مع كل العيال.
طيب. وطبعا من هاي الناحية بعد ممكن يعني نقدم لهم نصيحة في حالة أن الطفل الأهل يتواجدون مع بقية الأطفال ممكن يكون تنتقل عدوى من المستشفى هو في غنى عنها. صحيح هالكلام كنا نقوله بعد ودائما يعني نقول أمهات. الطفل هو الحمد لله بصحة جيدة والأطفال الثانيين هم المرضى يروح. صحيح. الطفل المريض الأطفال الأصحاء ما يتواجدون بالمستشفى عند الأبو في البيت يقعدهم عند الأبو في البيت يتعاون مع الأم. حول ولا قوة. لو إحنا لما نقول الأمهات في العيادة يزعلون يقولون دكتورة يعني ليش ما نجيب عيالنا على الأقل فحصية طويلة أي شيء ما عليه إحنا بنفحص عيالكم ونطلب تحليل دم واللي تبونه ولكن قللوا دخول الأطفال إلى العيادات لأن فعلا إحنا نشوف الأطفال يأخذون يدخل أخوه عنده زكام بعد أسبوع يرد أخوه الثاني عنده نزلة معوية وتقولك أخوه عادة أقول له ماما مو بالأخو العادة هو خذ من العيادة احتمال كبير خذ من العيادة. إنزين الحين ما نتكلم عن موضوع قسم الأطفال. قسم الأطفال اليوم نحن جايين نتكلم عن قسم الأطفال في مستشفى لطيفة. زين دكتورة يعني خلينا نتحدث عن أنواع جراحات الأطفال اللي يجريها القسم. أوكي من ناحية جراحة الأطفال طبعا هم عندهم الجراحة العامة إلى جانب هناك بعض الجراحات المسالك البولية في عندهم الجراحات الكبيرة المتعلقة اللي تخص الأطفال حديثي الولادة. صحيح. وعندهم طبعا خدمات جراحية متطورة جدا إلى جانب عندهم وحدة للحروق ويستقبل بعد قسمهم العديد من الحالات من مستشفيات خاصة للإمارات الشمالية. ممتاز. طيب في دكتور تميمي يقول لك صباح الخير وصب قهوة يا مرة عطى بلوك. لا 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 ما يهون علي أنا إنسان أتأتأ لما أبغي أتكلم أضرب إيدي بريلي أتكلم شو هالمرض. أوكي أتأتأ فهمت بس أضرب إيدي بريلي سامحني ما فهمت المقطع. التأتأ إذا كانت شيء حديث لازم تشوفك طبيب أعصاب إذا كان شيء حديث بس إذا أنت عندك من صغرك لا يعني هذا موجود يعني يبالي علاج النطق طريقة تحريك اللسان بس إذا شيء حديث لا التأتأ ما نتهاون فيها لازم تشوف طبيب أعصاب إذا شيء حديث. منورة دكتورة مريم رمز التميز لمستشفى لطيفة يسلمون عليك. يا سلام أشكركم على الرسالة الإيجابية والله. طيب نرجع دكتورة للخدمات اللي تقدمونها في القسم فخبرينا عن الخدمات اللي ما تكلمنا عنها دكتورة. طبعا نبدأ من قسم الطوارئ. قسم الطوارئ يعني يستقبل جميع الحالات الطارئة زين بجميع الأنواع ما عدا الإصابات يتم تحويلها إلى مستشفى راشد بعد ما تستقر الحالات. من ناحية عندنا غرف طبعا مجهزة للإنعاش القلبي والرئوي عندنا 24 ساعة أطباء وكادر موجودين في الطوارئ لحفظ سلامة الأطفال ورعايتهم وتقديم الحياة الأفضل لهم. عندنا من غير هذا القسم في عندنا أقسام للأعصاب عندنا قسم القلب عندنا قسم الجهاز التنفسي عندنا قسم الغدد الصماء إلى جانب طبعا عندنا أجهزة وإمكانيات مثل الأشعات التصوير التلفزيوني عندنا الإيكو للقلب. ممتاز. وفي عندنا بعد قسم التأهيل المهني والعلاج الطبيعي للأطفال اللي عندهم إعاقات. شو اللي ما عندكم؟ الحمد لله رب العالمين لله الشكر كل شيء موجود إلى حد أن احنا نقدر نشخص المرض ونقدر نعاين المريض ونقدر أن احنا نصرف الدواء المطلوب له وحتى لو الحالة كانت صعبة علينا ممكن نقلل العناية المركزة وفي أطباء في العناية المركزة مسؤولين عن حالته. الحمد لله كل الأجهزة والإمكانيات متوفرة لدينا. اسمحي لي دكتورة أنا أبغي أقول شغلة لأن بأمانة يمكن واحد من أكثر الأشياء اللي على الصعيد الشخصي أنا تسعدني لما أشوف في أطباء مواطنين مثل دكتورة ندى مثل دكتورة مريم موجودين في تخصصات مختلفة فهذا الشيء وايد يعني يخليني استانس ان في بالفعل عندنا كوادر بشريه مواطنه في هيئه الصحه بدبي قادره لكن الان اللي تفكر تدرس طب ولا تفكر هذا في بعض الدكاتره اسمعهم يقول والله انا ما ابغي بنتي تدرس طب طيب ليش انزين هل هذا التخصص صعب ولا اللي لازم يدخله لازم يكون عنده مواصفات معينة ليش تحس نظرات الغريبة؟ لا محمود المشكلة احنا لان درسنا وتعبنا فمثل ما يقول ما نبع يعني يتعبون معنا هي مهنة جدا جميلة يعني ميون امهات يقول ابا بنتي تطلع دكتورة احنا نستانس بس عبنا لان احنا عشنا في الوضع فنقول ما ببعد يعني نفسي سهار ودراسة لا تنتهي يعني الطبيب يدرس الى اخر العمر وكل تخصص منه يعني يدرس 4-5 سنوات زيادة فعشان كذي بس هي مهنة جميلة ولازم
أمهات لازم نشجع عيان، لازم في كل بيت على الأقل طبيبة، مو بس طبيب، طبيبة تكون موجودة في كل بيت إماراتي لازم، عشان يكون كادرنا كل مواطن. طيب الحين أنا يعني أختلف معك، خليني أسمع مريم شو بتقول. بس طبعا أنا يشرفني أني أنا درست طب، ويسعدني دائما أني أنا أقدم كل اللي أقدر عليه عشان أني أنا أساعد المجتمع اللي أنا أعيش فيه. طبعا تنصحين يدرسون هالتخصص؟ أنصح أنهم يدرسون، لأن في تخصصات كثيرة ما فيها كوادر طبية مواطنة، وإحنا محتاجينها في هذا المجال، لدرجة أن إحنا في بعض الحالات نضطر أن إحنا بعد ما نوصل للعلاج المناسب لهم نطلعهم برا على البلاد، لأن هذا التخصص مش موجود. زين، فإذا كانت في عندنا دكاترة مواطنين قائمين على هذا المجال طبعا بنحمد الله على هالشيء. زين، أنا أتمنى يعني أن يكون في وايد أطباء عندنا، وايد وايد أتمنى، في تخصصات مختلفة، في تخصصات نادرة. ليش؟ لأن عملية إعداد الطبيب يعني تأخذ بروسس طويل، مثل ما قال الدكتورة ما تبغي يمكن هي ترحم ولدها أو بنتها أن ما تدش هذا التخصص، ترحمها، ولكن الدولة محتاجة. بالعكس طبعاً. أنا رأي تشجعونهم على أساس أنه يدخلون في مثل هذه التخصصات، وأيضا الفلوس زينة مو بزينة؟ زينة الحمد لله. اللي يفتح العيادة خاصة اللي يسوي ما أدري، الشاطر ترى يطلع بعد دكتورة، صح؟ الشاطر في أي مهنة محمود والله. زين، عموما نحن هذه بس كانت رسالة أنا كنت أبغي أختم فيها البرنامج، لأن عندنا العديد من البرامج الخاصة ب يعني تشجيع المواطنين على الانخراط في الحقل الطبي، ومو بشرط أطباء بس، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون ما عندنا ممرضين، عندنا نقص بعد في الممرضين محمود. أوه هذا روحه مسألة قصة يعني. ممكن متخصصين حتى للسمع، متخصصين للتأهيل الصحي، العلاج الطبيعي، في المختبرات، إن شاء الله. يا رب يا رب. يلا عموما هذا اللي كان يسأل دكتورة عن التكتكة. تأتأ تكتكة شو بعد؟ زين، أنا عندي مشكلة في اللسان، أتأتأ بدل ما أطلع النفس للخارج، فالعكس يدخل التنفس داخل. شوف دكتور أنف وأذن وحنجرة. هي بس أنا ما فهمت، بس هل أتوقع الراجع يعني أتوقع المشكلة عندك من زمان، أكيد راجع دكتور أنف وأذن وحنجرة. إذا كانت المشكلة من الصغر ما هو علاجها؟ شو المشكلة؟ علاج أو شيء تروح دكتور أنف وأذن وحنجرة تأكد أنا ما عندك مشكلة عضوية، بعدين العلاج الطبيعي إعادة تأهيل يعني علاج النطق، طريقة إخراج الحروف لتقليل التأتأة. طيب عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، بدل ما تطلع شو ما فهمت. أزي خلنا نحن نكمل معاك تحت الهواء، يعني وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أنا قمت تأتأة الحين. زي شكرا لك دكتورة مريم صبح، دكتورة مريم أخصائية أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة. نحن شاكرين لك تواجدت معنا، وإن شاء الله لا تغيبين، خلينا نشوفك دائما إن شاء الله. إنزين، شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم وشكرا. كم يوم بتاخذين إجازة الأسبوع؟ لا والله مو بإجازة، في العيادة أكون لساعة 6 المغرب. إجازة من البرنامج قصدي. من البرنامج والله ما عم محمود، حسب شغل النجوم. زين، انت يعني نجمة البرنامج فما نستغني عنك. شكرا شكرا شكرا. تعرفين. يا سلام، شكرا. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الجديدة، وما أدري دكتورة ندى بتكون معانا ولا لا لباكر، لكن عموما نقولكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.